الفورمالين، وبالتالي راح تاثرنا على البوست اناليتيك ايشو اللي قلنا عليه. فالفورمالين 10% بفر الفورمالين هذا هو الانترناشونال. اذا كانت ساعه في نورمال سلاين تو بالنسبه للسيتويشن تاع بلادنا وي ماست انفورم ذا بيشنت، البيشنت نفسه المريض نفسه، انك انت لو جبتها لنا وانا المسافه بتاعت شويه هذه راح تكون اقل اكيد من نص ساعه ان شاء الله ما تاثرش، لكن ما تتمنوش يكون الديلي براكتس بالشكل هذا. يعني سيليكتد كيسز لما تشيل شغل سايبس كيتر. بالنسبه للمركز ما فيش مشكله في الفورمالين، لكن في عينات تقريبا يجي مرات من برا مثلا العيادة الخارجية. هل في خيار مثلا؟ يعرفوا البيزك ثينكس يعني بتاعت البثولوجي انه هو لازم يكون على دراية الدكتور. والشيء الثاني دكتور خليفة والكلام للجميع اللي هو الليبلنج في الريكوست، يعني ما بشكش الكريتيريا ابسس اوف فورمالين نمبر 1 ياخذها ويحطها في الديكالسيفاير ويقعد له فولو اب 1 اور والا 2 اورز حسب الكونسنتريشن بتاع الديكالسيفاير ويمسها، اذا كانت بت سوفتر يحطها في فورمالين، ستيل هارد يخليها. أقيم هذا في هذا اليوم ورشة عمل بعنوان التوافق بين الجراحين وأطباء علم الأمراض في بخصوص التعامل مع العينات المستأصلة. طبعا المستهدفين هم أطباء الجراحة العامة وأطباء النساء وأيضا الفنيين في معامل الباثولوجي. تهدف هذه الورشة العلمية لتوضيح للأطباء أو الناس المعنية كيفية التعامل مع العينات المستأصلة سواء في الجراحة العامة سواء في عينات القولون أو عينات الثدي أو عينات الرحم في النساء والعينات الأخرى، في كيفية التعامل معها بالطريقة الصحيحة حتى طبعا تأتي بنتيجة يعني صحيحة ونتيجة حقيقية من قبل قسم علم الأمراض الباثولوجي. طبعا دأب مركز سيرة العلاج الأورام في إقامة مثل هذه الورش فيما يخص مثلا علم الأمراض أو في أيضا التخصصات الأخرى. تستمر الورش العلمية بصورة مستمرة إن شاء الله على وتيرة مستمرة أسبوعية أو شهرية إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن كنا في ورشة عمل حول العينات، كيفية أخذ العينات من المرضى وكيفية المحافظة عليها والتعاليم المهمة جدا للدكتور والمريض. طبعا العلاقة هي كانت المحاضرة تحكي عليه العلاقة بين الدكتور ودكتور دكتور الجراحة ودكتور الأنسجة. فطبعا كانت محاضرات قيمة وكان الحضور من مختلف المستشفيات، منها دكاترة من مستشفى ابن سينا، في دكاترة كان عندهم يعني الاهتمام بالمواضيع هذينا، وفيها دكاترة امتياز وفي دكاترة من داخل المركز. ما شاء الله كان الحضور يعني كبير الحمد لله، وكانت الاستفادة كبيرة، حتى صار ديسكشن وكان المناقشة كانت يعني دليل على فهم الموضوع واهتمامهم به. واحنا هذا كل المحاضرات ورش العمل هذا كله من أجل تطوير في التشخيص الدقيق، مساعدة المريض على أنه يوصل لتشخيص دقيق في وقت ضيق بأيدي أبنائنا داخل المدينة، ما يحتاج أنه يطبع برا، ما يحتاج أنه يستعين بأي دكتور خارج المدينة. ونتمنوا هذه طبعا إن شاء الله احنا قايمين أن ورش العمل حتكون مستمرة، وعندنا مازال ورش عمل في الشهر هذا والشهر اللي بعده، ومازلنا مستمرين، وحضوركم معنا وتأييدكم لنا ونشر المعلومة عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلام هذا مهم جدا لنا، حتى اللي ما سمعش يسمع ويجينا مرة تانية. وبارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. ممكن مشاكل تانية.